بنصبح عليكم مرة جديدة، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. يوم جديد مستمر بفقراته العديدة، وأكيد رح نرجع لزميلنا أحمد أبو حماد للواء الرمثة لنتابع الأجواء بالقافلة الصباحية لهذا اليوم. أهلا وسهلا فيك أحمد مرة جديدة. نعم رندا، صباح الخير وصباح الخير لأعزائي المشاهدين. بنصب عليكم مرة أخرى من مدينة الرمثة، وهي حاضنة التاريخ والتراث والثقافة والفنون، تمتاز بطابعها الثقافي والفلكلوري الخاص، عرفت بأزيائها وأغانيها وفرقها الفنية الفلكلورية التراثية الشعبية، وأيضا بمأكولاتها الشعبية المشهورة واللي بتحافظ من خلالها على تراثها وموروثاتها العريقة من الاندثار، وهي اليوم مدينة للثقافة الأردنية للعام 2018. لحتى نتعرف أكثر على هالثقافة والتراث العريق راح يكون معنا الأستاذ محمد الزعبي، رئيس منتدى الثقافي في الرمثة. نحكي لك صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا بك وحياك الله. نعم، حابين بالبداية تعرفنا أكثر على أهم وأبرز المعالم الأثر التراثية والثقافية الهامة والبارزة في مدينة الرمثة. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أولا في مدينة الرمثة وفي لوائها كاملا، هذه المدينة الوادعة التي تمتاز بالطبيعة السهلية بسهولها، وهي من سهول حوران التي كانت تمتاز ولا زالت بزراعة خاصة الحبوب. وفي وقت من الأوقات سهل حوران كان يسمى أهراء روما وسلة الغذاء، لا زالت تحافظ على هذا الطابع الزراعي، لكن بطبيعة الحال التطور المدني الذي أخذ بعض من هذه الأراضي الزراعية. لكن هذه المدينة ولوائها، هذه المدينة وهذا اللواء تتميز بميزات كثيرة لها علاقة بالتراث وبالفلكلور وبالبعد الثقافي الذي يتعلق بالكثير من الألوان الثقافية التي لا تقتصر فقط كما يقال بأنه تقتصر على الدبقة والفرق الفلكلوري، لا، الثقافة واسعة ومتسعة ولها علاقة بالأدب والشعر والفنون والموسيقى والفنون التشكيلية والفرق الفلكلورية والأزياء الشعبية والطقوس المختلفة التي حافظت عليها، التي ترتبط بعادات وتقاليد موروثة ولا زالت تحافظ على هذه العادات والتقاليد وتطور منها استجابة إلى المدنية. هذه الطبيعة لم تأتي من فراغ، الطبيعة الجغرافية ثم الطبيعة التاريخية التي نتحدث عنها. هذه المدينة ارتبطت بقصة أنها منطقة حدودية، هذه المنطقة الحدودية أعطت سعة كبيرة جدا في سعة أفق وسعة تعارف مع الآخرين وإحضار الكثير من الفائدة بالثقافات المختلفة والتأثر فيها، لأنها كانت بوابة الأردن الشمالية الوحيدة التي تطل على سوريا وأوروبا كذلك. ومنذ القرن الماضي، في منتصف القرن الماضي، كان الكثير من أبناء الرمثة واللواء قد ذهبوا إلى مناطق مختلفة وتأثروا بهذه الثقافات، لذلك كانت ثقافة تراثية حديثة، تراثية محدثة، تستفيد من ما هو موجود في العالم، وأيضا تحافظ على هذا التراث الموجود، التراث الغنائي والتراث الفلكلوري وتراث الأزياء والتراث المأكولات الشعبية التي لا زالت الرمثة تتميز بها وموجودة في كل زمان ومكان. نعم أستاذ محمد، أنت عضو اللجنة التنظيمية والتحضيرية للرمثة مدينة للثقافة الأردنية العام 2018، حابين تعرفنا أكثر كيف فازت أول شيء بترشيحات الرمثة، وتحكينا عن تحضيراتكم ومشاريعكم المستقبلية هذا العام لإنجاح هذا المهرجان الثقافي اللي راح يكون في مدينة الرمثة. نعم، بطبيعة الحال جميع أهل الرمثة واللواء سعدوا بهذا الاختيار الذي لم يأتي من فراغ. أولا نحن نسجل ونثمن لوزارة الثقافة هذا المشروع الخير الذي قامت به على خلفية أصلا عواصم الثقافة العربية، ثم استمرت بإقامة مدن الثقافة الأردنية على صعيد المحافظات، وعندما انتهت منها في هذا العام جاء دور الألوية، فقررت وزارة الثقافة بأن تطرح مسابقة ليصبح هناك 3 مدن ثقافية أردنية في الشمال والوسط والجنوب. نحن نتحدث عن هذه المدن التي تم اختيارها، الرمثة في الشمال وفي الوسط عين الباشا وفي الجنوب غور الصافي، لكن بالنسبة للرمثة
أيضا الاختيار لم يأتي من فراغ، تم الإعداد بشكل جيد من خلال التواصل مع وزارة الثقافة ومديرية ثقافة إربد، ومن خلال التواصل مع جميع الفعاليات الثقافية في الرمثة ولوائها، وتم العمل خلال شهور بهذا الموضوع بالالتقاء بالمثقفين وبالهيئات الثقافية وكل من له علاقة بأي لون من ألوان الثقافة وبجميع أطياف المجتمع المدني، فتم الإعداد لملف الثقافة الذي يتضمن الحديث عن مرتكزات في الثقافة، ما الذي نتمنى أو نتطلع أنه يؤهل هذه المدينة لأن تكون مدينة للثقافة الأردنية ووفقا للضوابط والمرتكزات التي وضعتها الوزارة، ثم بدأنا نعد لذلك وتم تشكيل لجان مختلفة، كل لجنة لها علاقة بلون من ألوان الثقافة في الفولكلور وفي التراث في الأدب في الشعر في الفنون في الفنون التشكيلية. كل هذا الموضوع شكل لدى الرمثة ملف مهم جدا وبحيادية كاملة، كان الملف يعني مميز جدا جدا جدا. نعم استاذ محمد، يعني اكيد ما شاء الله عليك، يعني اعدادكم رائعه وتحضيراتكم، حابين تحكي لنا اكثر انه يوم الاحد راح يكون افتتاح اولى فعاليات الرمثه كمدينه للثقافه، وتحكي لنا شو المشاريع المستقبليه وشو الفعاليات راح تستمر خلال هذا الصيف القادم. نعم بالنسبة ليوم الأحد هو عبارة عن يعني الافتتاح الرسمي أو الإعلان الرسمي عن وجود المدينة مدينة الثقافة، لكن عمليا بدأت فعاليات على يعني في مواقف مختلفة وقالت بأنه هذه مدينة الثقافة الأردنية. وعلى سبيل المثال لدينا اليوم فعالية في عمان، منتدى الرمثة الثقافي بالتعاون مع بيت الثقافة والفنون ومنتدى عرزال، تكريم شاعر من شعراء الأردن محمد مقدادي بمناسبة يوم الشعر وضمن فعاليات الرمثة مدينة الثقافة الأردنية. لدى في هذا الاحتفال طبعا سيكون طابع رسمي، وبعده ستنطلق الفعاليات التي تتنوع بجميع أشكال الثقافة بين الأدب والفن والشعر والمعارض الفنية والمهرجانات الشعرية والأدبية والفلكلورية التي ستدار والمحاضرات والندوات على مدار العام، بالإضافة إلى معارض أزياء ومعارض تراثية، وفي منها سيقام حتى في يوم الافتتاح. بطبيعة الحال الرمثة لديها مهرجانات دورية منذ أعوام قديمة يعني ودورية سنوية، من ضمنها مهرجان الرمثة للشعر العربي الذي ينظمه منتدى الرمثة الثقافي من عام 1994، ويستضيف فيه من الدول العربية ومن الأردن شعراء، ويوزع المهرجان أمسياته على مدن المملكة على اعتبار لتأكيد على هوية الوطنية للمهرجان. هناك أيضا مهرجان للفلكلور اللي هو رابطة المسرح والفلكلور في الرمثة، أيضا يستضيفون فرق عالمية. الرمثة عندها أيضا مشاركات في كل دول العالم في خاصة في فرق الفلكلور، وبالإضافة إلى بعض المثقفين والشعراء في كل مكان. هذه الفرق التي شاركت في الأردن وشاركت في الوطن العربي وشاركت في العالم، وأيضا هناك مشاركات من هذه الدول، لا تكاد تخلو فعالية ثقافية بدون مبالغة أقولها وبصدق وبثقة، لا تكاد تخلو فعالية ثقافية عامة في الأردن من مهرجانات ومن لقاءات ومن احتفالات رسمية في المناسبات الوطنية والدينية وغيرها إلا يكون فيه فقرة على الأقل من فقرات الرمثة وإما كان. أكيد الله يعطيك العافية، أكيد شكرا لك. الله بحيك، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا مع الأستاذ محمد الزعبي رئيس منتدى الرمثة الثقافي، عرفنا أكثر على الواقع الثقافي وهذا الزخم الكبير والتنوع الرائع والجميل اللي بتمتاز في هذه المدينة وهو هوية لهذه المنطقة الرائعة من المملكة. تعرفنا أكثر على الرمثة كمدينة للثقافة الأردنية وعلى أهم التحضيرات وأيضا الفعاليات. يوم الأحد رح يكون الافتتاح أول الفعاليات، رح يكون إعلان الرسمي للرمثة كمدينة للثقافة الأردنية لعام 2018، رح يكون هناك العديد من الفعاليات المتنوعة والجميلة، وهي دعوة من مدينة الرمثة للكل يزور الرمثة يستمتع فيها بجمالها وطبيعتها ويتسوق أيضا لأنها مشهورة بالتجارة والتسوق ويحضر بعض الفعاليات الثقافية الموجودة فيها. أبو حماد يعطيكم ألف عافية، وفعلا يعني هي ليست فقط الرمثة، هاي السنة أيضا رح تكون منطقة عين الباشا وأيضا الغور الصافي من المدن الثقافية لسنة 2018. طبعا رح نعود لك مرة أخرى من الرمثة الجميلة، فتحياتنا لك أحمد. على فكرة عم بيوصلنا تعليقات عديدة عبر صفحتنا على الفيسبوك والبث المباشر لبرنامج يوم جديد اليوم على جمال والخضار اللي موجود بالرمثة،
يعني يعطيكم ألف عافية أحمد، وإن شاء الله نضلنا على تواصل من هون لنهاية الحلقة ونشوف الجماليات الرائعة بالرمثة. يعطيكم ألف عافية طبعا.